السلام عليكم إلى أهالي يافا الكرام. زي ما وعدناكم ببداية الدورة الـ14 للهيئة الإسلامية المنتخبة، أعضاء إدارة الهيئة بالتابع الشؤون السياسية والاجتماعية لأهل المدينة. قبل عدة أشهر توجهوا لنا الإخوة ياسر أبو شحادة وخضر دينا بمشروع لمساعدة المدمنين المخدرات في المدينة. هاي مشكلة لكثير من أهل المدينة يعانوا منها كثير من العائلات. طبعاً تبنينا المشروع، وكخطوة أولى للمشروع وظفنا عامل اجتماعي إبراهيم أخبارية لبناء مشروع واضح ومهني مع ياسر أبو شحادة وخضر دينا. فالمرحلة الأولى فتحنا مركب الهيئة الإسلامية أيام الثلاثة من الساعة 3 للساعة 9. أي إنسان بالمدينة بيحتاج لاستشارة أولية ممكن يتوجه لإبراهيم أخبارية، رقم تليفونه 050-293-3369. ولتنسيق جلسة أولية ببلاش لنعرف كيف نتعامل مع المشكلة. أي إنسان بالمدينة عنده مشكلة بهذا المجال ممكن يتصل لإبراهيم وينسق معاه لجلسة. وطبعا احنا بالهيئة الإسلامية بنتابع باقي الأمور، وأي مساعدة طبعا ممكن تتوجهوا لنا على مستوى شخصي أو عن طريق البريد الإلكتروني.